بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر الجزيل والثناء الجميل لجميع الأخوة الذين اتصلوا لغرض الاطمئنان على حالة الأخ مرتضى جعفر أخوكم المطالب الأول لفتح الملفات. نرجو من جميع أخوتنا في الملفات الصحية والتمريضية والطبية والإدارية الدعاء للأخ مرتضى جعفر بوهاني. والشكر الجزيل أكرر مرة ثانية لجميع الأخوة والأخوات الذين اتصلوا بنا لغرض الاطمئنان على حالته. الآن حالته جدا مستقرة ولله الحمد، فقط ما نرجوه منكم وهذا هو المرجو منكم أيضا الدعاء له ولجميع المرضى. ونسأل الله سبحانه عز وجل في هذا اليوم وهو يوم العيد أن يعم الأمن والأمان على جميع وفي ربوع عراقنا العظيم. تحية لكم طيبة من تسقية دائمة في القدم، كل عام وأنتم بخير. تحت الدعاء مرتبة إن شاء الله، إن شاء الله أسمه متعدي وهذا الإنسان شرف لنا جميع الملاقات الشخصية وعلى المساعدة عرام الحمد لله ما في شيء صار في ياكل طبيعي ترى أيام وقت نطلع. وأنا أشكر كل من اتصل علي وعلى المسؤول أو على سكر سكر خاص زملائي أطفال عرام الحمد لله سكر ترك السيد فراس جلال ونصر باقي يوم قام بالدراسة وسوي العمل سلام إن شاء الله بجميع يوم أتمنى إن شاء الله باقي أكيد لك بهان. نرجو منكم الدعاء وشكرا.